صباح الخير ولا بريميدي. دونك عطينا ريكاب تاع الجورني كيفاش كانت اليوم؟ اليوم كانت عندنا لوفرتور ب 9 تاع الصباح، كان فما سباس بي تو بي بالنسبه للمبيل اللي كانت حاضره معنا اليوم، كانت يعني نتوركينغ تعرف على بعضهم، بعدها كانوا حاضروا في الصالون ديكسبوزيسيون هنا وين قابل الاستوديوم تاعنا اللي كانوا الصالون حاضرين اكثر من 3000 ديديون. واو، ويعني نورمالمون ديديون خرجوا فرحانين والاكسبوزون كيف كيف، يعني لقاو سيبل نتاعهم. ومن بعد اون باراليل فما كانت فما دي بانيل، اللي فما بانيل على الرسو، بانيل على الديستيليزاسيون، بانيل على السكرين تاع الفيترو. تقريبا قداش عندكم من كلمه اونتو؟ اونتو احنا فما 32 جونيور انتربريز في تونس، واحنا جيت كي شابوت لي 32 جونيور في تونس. كي سو خاصهم بازيل على تونس، خاصهم على تونس، سويس، سويكس، نابل. فما في قرصة، فما في سبيرقس، فما سبيرقس بزيرت تونس نابل. طب دونك سرابيل بور لي زوطر كلوب ياخذ كارت عليك. اوكي، ميرسي بوكو. كون فول ستاك ديفلوبر يو ستي اون تيان اللي هو اللي شارجي في البروغرام كل جرافيك ديزاين زيد كيف كيف انا يو اي اكس ديزاين تاعنا دو اوبيس لاب نسوم اوبيس لاب بازي فين بالضبط مون بليزير مون بليزير مازال جديد دوكا دونك نسوم سبيسياليزي دون ليدوكاسيون ديجيتال سكيلز اوكي شريك ستارت اب مش تبع الجيت لا لا انا جو سوي الومناي انا كنت زيد في الموفمون دونك جيت ولا عارف شريك ستارت اب bien sûr l'entité était voyez ma page ensuite UEM junior entreprise ou pas ensuite de l'expérience junior entrepreneur le mouvement la JD a tenté l'opportunité d'être présent l'année mais c'est le mouvement des côtes le mouvement tien اللي تلقى روحك انت en tant que junior entrepreneur تخدم تتعلم تنفستير تعيش في l'entrepreneuriat وانت مازال étudiant باش لو جور اللي تمشي تلانسي بروجي تلقى روحك عشت الاكسبيرونس وهذيك اللي قاعد نتعدى بيه اليوم معناها اليوم وانا في الاكسبيرونس مع بوش لاب في المانجمنت ديكيب في الخدمه بالحق معناها جوست واحد كان في الموديل الصغير وتا ولا في الموديل الكبير لو ريك صح وصل الوقت زيد سمعت الزيت ولا واش الزيت نتاع الميم الزيت نتاع طوبر لاير ولا قدر نسكام لي يعملوا كونفيزيون صغيره انا ريكاب نتاع اليوم في الصحة جماعة ديجا كلها لكن في فوار كل شيء زي ما جديد جسكا سازور انا رجوني انتي بون ولا اترى شوية انرجية كتعطوك ما عرف تعب وصافي باش نهار نقعد شويه انا اربعين باش الناس ما تكونش زي برمو يسحب اللي هو اللي برمو واحد هكا يسمع نهار يجوز مع صباح ثانية تاع صباح باش اللي برمو واحد ان شاء الله دونك بيك اب للجير بيك اب لتوت ليكيب خصري ليدرز يعطيكم الصحة سايتي ان سوكسي تري بيانتو يعطيهم الصحة جماعة سي جورني تخي ريوسي على الاخر جيت اكسبو 2022 في لوتيكا ان شاء الله على الايفينمون في 2022 وينتر اديشن ان شاء الله في ديسمبر اللي هو التمنيات كثير في الاوتيل هذايا وان شاء الله فما حاجة بالنسبة للجماعة اللي يحبوا كلوب جيت يبعثوا لنا ميل على الانتيغراسيون جيت تونيزي بوان كوم وبعد بعد يوم البروسيسيون الانتيغراسيون تاعنا اللي فيه ديفورماسيون بعد زون دو تيان بوان داكسيون بعد يحلوا الكلوب بوغ ابل احنا والجي تسمى شي كلوب تونيزي عملنا مقتنعيا اي فوز الي فوا بلان ديفالمون كما خلنا بعضنا في كامل ميرسي يعطيكم الصحة اللي كنتوا حاضرين معنا اليوم ميرسي بوكو والله سيدي طيارة على الاخر ميرسي بوكو سي كريم بور لوبورتينيتي ميرسي بوكو ديجيتال درينك اون تري بيل اوكازيون بور نيتوركي فما علاش ما تقولش ديجيتال درينك بعد الموضوع اسمع ما عندناش موس بديت فما سكريت اما سينو سي ديجيتال درينك فيها برشا دي زوبورتينيتي اللي مش كيما لي زافتر وركس الاخرين فما اكثر دي انفستيسور واكثر دي دي كيفاش نقولوا احنا فاعلين في الايكو سيستيم انتربرونوريال اللي اترافيرهم هما فما برشا دي زوبورتينيتي نشجعكم نساعدوا في ليزيديسيون جايين
هو برشا جديد جاي وان شاء الله بون كوراج ديجيتال دريم. توا شنو الجورني تاع اليوم بس الساعه تاليش حوالي حفريه؟ يس هيتين يشحى يبي بمال دو سوسيتين اللي دمين كل يبي ديز اكسبوزون لنوع كل يبي لي جونيور انتربريز موجودين ستي اوبورتونيتي بوم نتوركي شكور معناها اونيت شكور الجيت اللي حسب رايك هي اعز من اعز الجيت اعز جونيور اي احنا محايدين محايدين انا بارك بارتهم ولا اصلي خليك كاستيون كل واحد شكور الجيت اللي كان سبير بلوس ouais, mais sincèrement, et personnellement, c'est mon avis, Optima, c'est la Venezuela, le meilleur joueur d'entreprise. Mais je suis un peu plus de temps. 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 Je crois que Optima, c'est la meilleure. سؤال فخم والله الحقيقة معناها مانيش حاطط مانيش مكلسي فيها مانيش مكلسي فيها يحب الحياد يحب الحياد إنيما إنيك ديبس إنيك ديبس براحة ديبس شو اللي سبيس العمق Donc, fais ma changement. الايميل جو ريبون دسي لندي ان شاء الله دونك انتما بازي في الاسبات ولا في الوزاره نسيت انا في الاستيد في الاستيد دونك كلوب جيف بازي في الاستيد اسمه كلوب ديزاين جونيور انتربريز اي سي كوا كاسكو فورني كو سيرفيس ديزاين ايماج ديزاين اسباس ديزاين برودوي واو سي بيان ا دي بري تي بيان لو بري تاع انتربريز لي لي ريزونابل او موان شير كو لو مارشي مارشي دونك معها كيف عسليمة. كيف بدأ أسكيل أسكيل أنتخاب تبكتي جهة جهة ولا؟ نعم. أسكيل أنتخاب تبكتي الكوسيستم ولا؟ أيوة. شكون عز كليو عندك أكبر كليو أكبر كليو في التاي. مسج مش أسكون اسمع عطينا دومين تاعو دومين أسكيل دومين سرية دومين أجريكول دومين كوميرسيال. 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 oui. vous avez prouvé votre efficacité. non. vous avez prouvé votre efficacité ولا؟ bien sûr. Donc, pour rappel, JET, mon club d'Azidion, il fournit des services professionnels à des prix raisonnables et moins chers que le marché. Voilà. Donc, à très bientôt. Très bientôt, merci beaucoup. Non, mais... Donc, je suis le président. Sinon donc, comment ça va, le MT Les MT, Hawaï, Kirla. Alors, le MT, comment ça va? Donc, le MT, c'est la première et la meilleure junior entreprise en Tunisie. Ça va très bien. Alhamdoulillah, fi Ayedi Emine. Et bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez comme service à l'UNT? Alors, donc, l'UNT, c'est le cœur de métier interne, c'est les études de marché. Donc, on fait des études de marché essentiellement. Kif notre activité, fait le département commercial et le département marketing. Lire le volet événementiel, la prospection des clients et des sponsors. Et le volet au département marketing, c'est notre vitrine. Là, par exemple, je suis une start-up. Ouais. Ou la ONG ou la non-profit. Tu aimes faire plus de marché. Combien ça prend de temps et à quoi les marges de la population? D'accord. Donc, Manish, une période standard pour tous les projets. Ça dépend de la nature du projet, comme le projet. Mais en moyenne, la durée moyenne d'une étude, ça reste 8 semaines.
وصلنا له بعدها ثمانية شهر بسمان شهري شهري ايه اموين كومبيان سا سكوت بنا Bah, en moyenne, combien ça coûte? Je ne peux pas vous répondre. Et vous pouvez sur un site à coller. Oui, vous pouvez vous rendre sur le site. En fait, ça dépend. Si vous êtes une entreprise, il y aura une tarification. Si vous êtes un particulier, parce que bien évidemment, on a mis en place une démarche RSE. Donc, si vous êtes un particulier, un porteur de projet, bah, bien évidemment, il y aura un tarif spécial pour encourager l'entrepreneuriat. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous sommes dans l'équipe gagnante de Fidget Empire. هل تي واي ام تونسي نيوث ماركتر اي سكو سا امباكت تاع الدومين تاع ديجيتال وتاع الماركتينغ دونك الحقيقه ديما نرجعوا لي توندونس تاع الماركتينغ وديما نحاولوا نفورميو العباد في الماركتينغ الصحيح معناها مش من الماركتينغ كلاسيك اللي يقراوه في ليكول معناها الكل دونك نحاولوا ديما نخدموا على سيكسيون بروفيسيونيل دو نوز ايتيديون والحقيقه هناك كابينيت كونسي معناها سبيسياليزي في الماركتينغ دونك بازي وين بازي بالضبط في ليكول سوبيريو دو كوميرس تونس لاسي Voilà, donc, c'est quoi votre plus grand projet jusqu'à maintenant, Maltou? Voilà, il y a une autre marche à des clients, on est dans le community management du col. ولا حقيقة توا معناها فوكاليزي في نصلحوا في الاستراتيجية الماركتينغ اللي محسوبين عند لي زونتربريز معناها الكل معناها دخلنا ياسر في لي مارشي بي تو بي. دونك فور بوليسي دي كوموندي سيرفيس برو ا دي بري. يس دونك عندنا ليتود مارشي وعندنا الماركتينغ وعندنا سي معناها او ما نخدموش كل شيء في ماركتينغ ديجيتال معناها حاجة ياسر فاك.